حلو ديانا انه هالغنيه اللي بنحبها كثير سمعناها اليوم صوت وصوره من شاب خالد على مسرح كازينو لبنان. اغنيه سي لافي فعلا هي اغنيه الموسم لهالصيفيه 100%. فبدنا نقول انت خي غون ميرسي لشاب خالد على وجوده معنا الليله بلبنان. وقبل ما نتابع كمان شكر خاص لحلاق فاير ووركس زحله حوش الامراء يلي نور سما كازينو لبنان ومسرحه الليله بالالعاب الناريه. نرجع هلا لعالم التمثيل بس هالمره مع المواهب الواعده. مين راح يكون الممثل اللبناني الواعد والممثلة اللبنانية الواعدة؟ بدعي كل المرشحين النهائيين للانضمام إلنا على المسرح: سنتيا خليفة، سارة أبي كنعان، جوت راد، سامي أبو حمدان، ونيكولا مزهر. وبذكر أنه جان دكاش انسحب اليوم من المسابقة. بدي أقول أنه ليزا الدبس غابت عن الحفل بدواعي السفر. ندعي كمان المخرج باسم كريستو الموجود بالرجي تيلاقينا لأول مرة للكشف عن اسم الممثلة اللبنانية الواعدة. وبدعي ناتالي روس وكاتيا جحا من لجنة الميركس دور لإعلان نتيجة الممثل اللبناني الواعد. شباب هون بدي أقول لكم بس شباب وصبايا أنه لو شو ما كانت النتيجة الليلة كونوا أكيدين أنه كل واحد منكم في قدامه مستقبل رائع. لأول مرة رح نشوف اليوم أنه المخرج باسم كريستو رح يكون معنا صحيح على المسرح ورح يخلي مهمة الإخراج لزوجته ريتا يلي هلا بالرجي بنسلم عليها كمان. يعني الرجي بعيدة شوي من هون صحيح؟ بدها شي خمس دقايق يمكن مشي. بدنا نقول له لباسم شوي سبار يلا على السريع ليوصل لعنا على المسرح بس كرمال أعصاب الشباب والصبايا اللي ناطرين النتيجة اليوم. جود لك. أوه في جمهور لعند لكن عم نشوف سنتيا خليفة، سارة أبي كنعان، جوت راد، سامي أبو حمدان ونيكولا مزهر. بدنا نقول لكم جود لك. شوف مين الرابح بيناتكم الليلة. أكيد كلكم تستحقوا الجوائز بس دايما بالحياة في رابح واحد وفي رابحين أخر تما نقول لأنه أكيد كل حدا منكم ربحان. أهلا وسهلا فيك باسم كريستو على المسرح. مساء الخير. مساء الخير. أنا صراحة ما بحب عادة أترك الميكسر والريجي بس اليوم في سبب كتير مهم هلا بالكم عنه. بس قبل ما أقلكم عن هالسبب بدي أقول شغلة كتير مهمة إنه اليوم هالأمسية هيدا وهالحفل هيدا
هو رد بالنسبة لي. أكيد في بعض الأشخاص اللي مرقوا حكيوا عن هالموضوع، بس أنا بالنسبة لي إنه هيدا اللي عم بيصير الليلة هو رد على كل يلي بهمهم إنه لبنان يكون مظلم أو يكون فارغ. لبنان مش هيداك اللي بدنا إياه، نحن بدنا هيدا لبنان المشع يلي هو الليلة موجود، يلي هو بحب الحياة وبحب الفن. مشان هيك بدي أطلب منكم شغلة. على الثلاثة رح نقول كلنا سوا بحبك يا لبنان. واحد اثنين ثلاثة بحبك يا لبنان. يا وطني بحبك. في حدا سمعته عم بقول بلاير باسم على ثلاثة. anyway الفئة يلي أنا نزلت من الرجية لحتى أقدمها، أنا صار لي صراحة كذا سنة بقول إنه لازم إنه نصير مثلاً مثل الأوسكارز مثل الأميز، إنه الأشخاص كلهم اللي بهالمجال يكونوا موجودين عنا بالصالة ناطرين النتيجة بلا ما يكونوا عارفين إذا رح يربحوا أم لا. هلا هالفئة رح تكون بهالحالة الليلة. الممثلين الواعدين إن شاء الله بعد 5 سنين ضلكم تقبلوا تعملوا هالشغلة، مش عارفين بعد مين ربحان، يعني في تصويت بس ما حدا بيعرف مين ربحان. بقى مشان هيك رح نعلن الليلة وبلا ما حدا يكون عارف منهم مين يلي ربحان معنا بفئة الممثلات الواعدات والممثلين الواعدين. اوكي، عن فئة الممثل الواعد، رحلة الألف ميل بتبتدي بخطوة. الممثل الواعد، مساء الخير. وهلا صار وقت الشباب. هل هو نيكولا مزهر اللي أخذ اعلى تصويت بالموقع الالكتروني، او جو تراد اللي حصل على اعلى تصويت باذاعه جرس سكوب، او هو نيكولا مزهر اللي نال اعلى تصويت باذاعه صوت لبنان، او سامي ابو حمدان اللي نال كان تصويته عالي بكل مصادر التصويت؟ الممثل اللبناني الواعد هو نيكولا مزهر. مبروك مبروك. الف مبروك نيكولا. بونسوار. ميرسي ميريكس، ميرسي ام تي في. كان بودي انه احكي كلمه الليله، بس بحب اهديها للشباب لانه هن عن جد بيستاهلوها. وتحيه لشهداء الجيش اللبناني. ميرسي. مبروك نيكولا. بطلب من المخرج باسم كريستو. هلا الممثلات الواعدات، هل هي سينتيا خليفه يلي اخذت اعلى تصويت بالموقع الالكتروني، او سارة أبي كنعان يلي أخذت أعلى تصويت بجرس سكوب بصوت لبنان، أو ليزا دبس يلي أخذت تصويت مرتفع بأكثر من مصدر؟ الممثلة اللبنانية الواعدة هي سارة أبي كنعان. صراحة ما كنت محضرة شو بدي أحكي. بدي أقول مرسي لعائلتي، لأصحابي اللي هون بالصال، لكل الأشخاص اللي اشتغلت معهم. مرسي لأخوين حلو لأنه عطونا هيدي التشانس وفكروا فينا. مرسي للإم تي في، وبدي أتقسم هيدي مع سينتيا لأنه اثنيناتنا بنستاهل، اثنيناتنا تعبنا تنوصل لهون. ألف مبروك لإليك سارة. وبطلب من المخرج باسم كريستو يبقى معنا على المسرح، وبدعي المايسترو إلي العليا لتسليم جائزة خاصة جداً جداً. باسم منو عارف إنه مطلوب منه يبقى معنا على المسرح، فلها سبب بعد ما سمعنا. باسم خليك هون، ما في رجعة على الرجية هلا. بدك تبقى معنا شوي. أوكي، طلبناك تبقى هون. أوكي، أنت مأمن إنه ريتا بالرجية؟ لا. نعم مأمن إنه ريتا بالرجية؟ لا. هذا الميكرو. لا، إذا في شيء عم بيصير أنا مش عارف فيه كمخرج في مشكلة. 100%. قصص كثير عم بتصير. طيب حملوني وراء، بس أنا مش رح أقول شو في بالوراء، بدي أقول شيء ثاني.
أول مرة ركب لي كاميرا على الكيبورد، وتاني مرة ركب كاميرا على الماش تبعول الجيتار، ثالث مرة ركب كاميرا بالطيارة، رابع مرة جاب الفوريو، واليوم شو عمل؟ حاطط اثنين ستادي كام يفوتوا ببعضهم. هذا هو باسم كريستو، عشان هيك باسم بيستحق يكون مميز والأفضل. اوكي، حسابكم بعدين اللي عاملين هالمؤامرة الحلوة. أكيد المؤامرة الأخوين حلو، الميراكس، كارلا، عاد، شاهين، البروديوسر، ريتا كريستو، أكيد متآمرين كلهم على هالشغلة. أوكي، ثانك يو فيري ماتش، أنا كثير بشكركم. خليني أقول هلا أنا في شغلة، إنه غلطت ويمكن قلت قدام زاهي وفادي، دكتور زاهي ودكتور فادي، إنه صار لي 25 سنة بالتلفزيون، بعتقد هيدا هو السبب. على كل حال بدي أقول بين 25 سنة في كتير أشخاص كان لهم بصمات ويعني إضافة على هال 25 سنة بمسيرتي المهنية، بس خليني ما أذكرهم كلهم لأنه ما رح أقدر أكيد. خليني حيي وأهدي هالميراكس للجنس اللطيف بحياتي. أوكي، الجنس اللطيف. رح بلش أول شيء بوالدتي باسمة بطولي اللي هي الفنانة الشاعرة والفنانة التشكيلية. بدي أقول لك ماما إنه هيدي بهديك إياها، لأنه أنا أخذت منك كل شيء، أخذت منك حب الألوان، حب للألوان، حب للكلمة، حب للخلق، وأكيد أعطيتيني كل شيء، أنا بشكرك. تاني شيء بدي أشكر شخص كمان من الجنس اللطيف، بيريكوشا، يلي هي منتجة صديقة، بلشت مسيرتنا سوا أو مشوارنا سوا بلش من 8 سنين وكمل، صار صداقة وحلمنا كتير بأشياء للتلفزيون وحققناها، بشكرك بيري. بدي أشكر نص التاني أكيد، الناقدة الأولى والداعمة الأولى ريتا كريستو، نص التاني يلي أكيد منتشارع كتير بالشغل بس ما بقدر استغني عنها، وهي فعلا النص الثاني. ميرسي ريتا حبيبتي. واخر حدا من الجنس اللطيف، اكيد رح تنبسط باللي عم بقوله، يمكن بعد كم سنه اكثر، ميا يلي صرت شوف الدنيا من خلال عيونها، وصرت كل دنيتي بتدور حواليها. ميا بهديك هالميراكس، ثانك يو، وسوري انه طورت عليكم. ثانك يو. باسم 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 باسم، خليك هون. بعد ما خلصت السربرايز لليلي، بدنا نقول لك شغله، ضلك واقف معنا، بلاير ريتا. بدك تطلع بالكاميرا وبس تضوي احمر بدك تقول بلاير ريتا. هيدي كاميرتك هون. بلاير ريتا. مبروك بابي، جو سوي فيير دو توا. Je t'aime beaucoup, maman. وأنا جو سوي فيير دو توا. مبروك باسم، الله يخلي لك إياها. رح نضل بأجواء الإخراج والجائزة هلا للي بالصوت والصورة أعطى المسلسل بعد جديد ونجاح أكبر. أفضل مخرج درامي جائزة من نصيب، الاسم مش معي ابدا، بدعي المخرج شرب الكامل، عضو لجنه التحكيم والاعلاميه نسرين ظواهره لاعلان النتيجه. مساء الخير. تحيه للجميع، تحيه من القلب. مخرج أنا ما بعرفه شخصياً، تعرفت عليه من خلال الصورة واللعبة الدرامية، تواصلنا بالفيسبوك عبر الفيسبوك، عرفني وعرفته، صار في عجيب مشترك بالعمل الدرامي، موهبة كتير مهمة لبعدين، لبنانية موهبة شابة بالصوت والصورة، عن أول مرة
والجزء الثاني من أجيال. وجوده أنا باعتقادي كان شرارة التجدد والتغيير بالدراما اللبنانية. هو كمان أثبت أنه المخرج كمان مثل الممثل ومثل الكاتب ومثل المنتج بيقدر يثبت نفسه ويعكس شغفه الكبير بالكاميرا من خلال كادرات، من خلال إضاءة، من خلال لوكيشن وقصص كتيرة. اليوم أنا بكل ضمير مرتاح بقول أنه الدراما اللبنانية بهالمرحلة صارت بتقول ما قبل وما بعد المخرج اللي بحبه كتير فيليب أسمر. أول شيء مساء الخير، مساء الخير للجميع. بداية بدي أشكر كل إنسان وقف حدي لحتى وصلت الليلة لهون، وبدي أشكر الفريق التقني يلي كان معي وتعب معي بسنة 2012، إن كان بأول مرة وبأجيال وبحلقة الست، بدي أقول لهم ميرسي كتير. وكمان بدي أشكر الإنسان يلي أعطاني أول فرصة، الكاتب شكري أنيس فخوري، بدي أقول له ميرسي كتير لألك. وبدي أشكر شكر كتير 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 كبير الكاتبة يلي بحبها كتير، الكاتبة كلوديا مارشاليون، بدي أقول لك ميرسي كتير لألك. وكل إنسان وقف حدي وخليني أوصل اليوم لهون على مسرح ميراك ستور، ميرسي لألك. ألف مبروك لألك فيليب أسمر. صار وقت تسليم ميراك ستور أفضل ممثلة لبنانية دور مساند، وميركس دور أفضل ممثل لبناني دور مساند. المنافسة كبيرة والجائزة وحدة. الإعلامية يلي عودتنا تلاقي الحل رح تلاقي اسم الممثل، واسم الفائزة بطل سر عند الممثل اللبناني المميز. استقبلوا معي الإعلامية ريبيكا أبو ناظر والممثل فادي إبراهيم. مساء الخير، تحية للبنان، تحية للجيش اللبناني، تحية لكم. من كم سنة بيتصل فيي شاب صديق اسمه هاني بيقول لي بنتي بدها تمثل، بليز دير بالك عليها. لما رحت على اللوكيشن وشفتها اتصلت فيه قلت له هاني ما في لزوم دير بالي عليها، ديري بالها على حالها. أفضل ممثلة عن دور مساند، ممثلة بكل دور بتقدمه إلى لمستها، إلى التاتش المميزة اللي خلتها توصل لمحل ما وصلت. بقدم لكم باميلا الكيك. مسافر وبعده مزعلني. حلو النجاح، حلو النجاح. شكر كتير كبير للعالم اللي اليوم سامحت لي كون واقفة قدامكم وكون معكم وآخذ الجائزة الكتير حلوة، جائزة الميراكس. ما بعرف، كتير غريب، كتير كتير غريب اليوم لمين بدي أقدم هيدي الجائزة. هيدي التروفي بدي اقدمها لفودا ولتمارا، الشخصيتين اللي انا لعبتهم اللي كانوا هالقد قراب مني وهالقد بعاد عني. ما بعرف، فودا وتمارا عن مسلسلين جيو الغرام واجيال، للكاتبه المبدعه المبدعه كلوديا مارشاليون، ميرسي بوكو، ثانك يو. طلته الحلوه وادائه المقنع لعبوا دور مهم بحسم النتيجة. هو
مش بس بيعرف يقدم، بيرقص كمان وبيعرف يمثل كتير منيح. أفضل ممثل لبناني مساند عن دور روبي نيكولا معوض. بونسوار مرة تانية. سنة 2012 كانت سنة كثير صعبة لإلي على صعيد الشخصي، لأنه فيها خسرت أمي، فبدي أهدي هذا الميراكس لأمي وبيي، لكن بتمنى يكونوا موجودين حد اليوم من كل قلبي. بدي أشكر الله على وجوده بحياتي بالأوقات الصعبة وبالأوقات الحلوة. بدي أشكر كل إنسان اشتغلت معه من 2003 لهلأ، كل الناس تحملوني ب 2012 بروبي بزيرو فور وبتحليق النسور، لأنه كنت عم بقطع بهالوقت الصعب. بدي اقول مرسي للاخوين حلو على هالايفنمون الرائع يلي عم بوصل صوره لبنان الحقيقيه. مرسي كثير كبيره لكل حدا صوت لي ولكل حدا واقف حدي. واليوم فرحت دوب، لاني مش بس عم باخذ الجائزه اللي بتعني لي كثير، بس كمان لاني واقف هون عم طلع بشاشه الام تي في. فبدي اقول مرسي كثير كبير لانسان كثير بحبه كشخص وكثير بحترمه كسي او مسيو ميشيل مور. مرسي. الف مبروك لك نيكولا معوض على الجائزه. أنا اشتقت لك شوي بهاللحظات. جائزة أفضل فيلم سينمائي لبناني هي اللي رح تمنح هلا. جائزة لسينما لبنانية شبابية مليانة طموح وإرادة، والنتيجة مع مين؟ السيدة ريجينا فينيانوس ودكتور زاهي الحلو. المنافسة كانت كثير حامية على فئة أفضل فيلم لبناني. الأفلام اللي بقيوا للآخر هن إنسان شريف، كاش فلو، ماي لاست فالنتاين إن بيروت، تنورة ماكسي، وتاكسي البلد. وبعد ما فرزنا الأصوات بين تصويت الجمهور عبر إذاعات صوت لبنان وجرس سكوب وعبر الإنترنت، وكمان بعد تصويت لجان التحكيم، بقي فيلم واحد ربحان. مخرج هالفيلم هو صاحب أفكار متميزة بينفذها بدقة كبيرة، عدسته محترفة وعينه بتلقط المشهد الأحلى، والموسيقى التصويرية تبع الفيلم كانت أكثر من رائعة. شو هو هالفيلم؟ The best Lebanese film for this year who win awards all over the world. And this one it's the 10th award. مبروك تنورة ماكسي. مبروك جو بعيد. مساء الخير. يعني على اول كليبات بلشت اعملها اخذت جائزه الميراكس دور على هيدا المسرح. يمكن هذا المسرح حظه حلو علي، لانه كمان اول فيلم بعمله سينمائي عم باخذ جائزه عليه. مثل ما قالت مدام ريجينا، هيدي الجائزه العاشره، كتر خير الله. يعني هو يمكن لاكثر حدا بدي اشكره هلا على كل هالجوائز عم بينالها الفيلم. بس كمان شغله بدي اقولها، انا هلا اليوم يمكن كثير انحكى عن الجيش وعن المشاكل اللي عم بتصير بجنوب لبنان. انا ابن جنوب، وانا وقت حكيت عن فيلم بصير سنه 82 وقت عم تجتاح بيروت، في ناس قاموا علي قالوا لي وقت يكون القصف على بيروت بمطرح ثاني ما بيكونوا الناس عم ترقص وتغني. بقول لهم بلبنان اذا ما خلقنا هالتعادل ما حنبقى نحن هيدا الشيء اللي بيتاملوا انه نكونه بلبنان. على تويتر نزلت صورة اليسا، نزلوا العالم الفانز مبسوطين كثير وعم بيهللوا، بعض الاخر عم بيقولوا لنا انتم عم تتسلوا وتنبسطوا. بدي اقول لكم نحن كل واحد منا هون سلاحه وشغلته انه من خلال فنه عن جد يدافع عن لبنان، وما حدا يزاود على محبة لبنان لانه كثير بنحبه نحن. ثانك يو كثير لكل حدا آمن بالفيلم.
بدي بس سريعا نقول لكل شخص عمره من 10 سنين ل 99 سنه يامن بالحلم تبعه. منفكر انه بس الشباب لازم يامنوا بالحلم تبعهم، لا، كلنا لازم نامن بالحلم تبعنا. كل واحد عم يستلم جايزه من اكبر الفنانين لاصغرهم امن بحلمه، وانا امنت بهالفيلم اللي بلشته مع الجامعه اليسوعيه ومع ناس بس بتامن في اصحابي اللي هون يلي انتم جايزتي الاكبر، واهلي اللي عملت الفيلم عنكم، بحبكم كثير قد الدنيا. ميرسي لك جو بعيد. جائزة جديدة والرابح صاحب أغنية لبنانية متميزة وهو فنان لبناني نفتخر فيه. بدعي الإعلامية غريس بعقلينة والممثل شادي التيني للكشف عن نتيجة هالجائزة. مساء الخير. قبل شوي كنا عم نشوف اكيد مشاهد من تنوره ماكسي، بقول مبروك لجو بعيد مره ثانيه ولا شادي تيني بطل تنوره ماكسي بارتنير تبعولي. غنية انتشرت ونجحت وتميزت وحازت على ثقه الناس وتصويتهم، والفنان عريق منح بصوته واحساسه جماليه وركيه للغناء. الاغنيه اللبنانيه المتميزه لعام 2012 كلنا رددناها وشكل نجاحها محطه مهمه مستمر بمسيرة الفنان مستمر دون أي دعم أو شركة إنتاج. خيار موفق وناجح جدا، ومبروك بيري للشاعر أحمد ماضي وبلال الزين، مبروك مرة تانية. وأيضا لمسيرة مشرفة بالغناء اللبناني، هو الأمين للكلمة وللنغم، بصوته بتحلى الوطنيات الرومانسية والإنشاد الروحي، لفنان منفتخر فيه، زحلة ترقص له، لبنان بشوف حاله فيه، والعالم العربي بزقف له، مبروك نقول الأسطى. تمام، مساء الخير. حاسس بديجا فيو لانه قطعت بهالشيء من شوي. انا بدي اهدي لنفس اللي هديتهم اول مره نزلتهم، بس هالمره بس بدي اضيف شكر للشاعر احمد ماضي وشكر للفنان نقول القصه. على انا من زمان بحس انه هذا الصوت الرخم اللبناني المثقف اذا عملت معه شيء بعتقد كنت متخيل انه يوصل للتميز، والحمد لله اليوم برهنا انه فعلا تميز. شكرا أولا، شكرا احمد، وشكرا لكل الموجودين. شكرا ام تي في، شكرا ميركس دور. انا بدي اهدي هاي الجائزه لاهلي ولكل اصحابي ولكل اللي صوتوا لي، وشكر خاص لبلال زين يلي تعب اكثر شيء بهالعمل اللي هو لحن ووزع. ثانك يو. يسعد مساكم، يسعد مسا لبنان، يسعد مسا الفن والثقافة. الله يبعد الحرب عن كل المناطق العربية وخاصة عن بلدنا الحبيب لبنان. عنوان العريض تبع الليلة أنا بالنسبة إلي هو ما تغيرت. ما تغيرت، شكرا. ما تغيرت هي هالأغنية اللي الحمد لله تميزنا فيها بلال وأحمد يعطيهم العافية، أخذت أعلى تصويت مثل ما بيقولوا تصويت منقطع النظير، وعلى طول التميز عم بيكون بتذكر أيام استوديو الفن، وقت أخذت كمان ميدالية ذهبية بامتياز، وقت طلعت أور كونكور خارج عن المنافسة لأنه أخذت أعلى تنفيذ وأعلى تصويت، وهيدي ما تغيرت كمان لأنه كانت طلي جديدة لنقول القصة أخذت أعلى تصويت وأعلى إعجاب. تحياتي لكل الناس اللي صوتوا لي
وبقول لهم من كل قلبي شكرا. هيدي اول وحده وانت منهم اكيد. والعنوان الثاني هو كمان ما تغيرت، هو انا ما تغيرت، وهي مسيرتي الفنيه. كان عندي قناعه كثير كبيره، ومن اول ما كنت بلش اعمل مقابلات واحكي قلت لهم انا عندي قناعه كبيره، هي انه الاساس هو الفنان مش بس الغنية، لأنه الغنية أوقات بتفشل أوقات بتنجح أوقات بيتوفق الواحد أوقات ظروف معينة بتوقف بطريقه أوقات بتساعده، بس هو الأصل الفنان والمسلك. وبحضور ووجود لجنة محترمة، لجنة الميركس دور اللي راقبت وشافت وقارنت وشافت الفنانين وشافت أنه نقول القصة ما تغير وأخذ هالمناسبة وأخذ هالجايزة على عدم تغيره. شكراً ويعطيكم ألف عافية. شكراً شكراً MTV. تغير بعدك